كيف نفرق بين الاعتكاف الجماعي وبين من يسافرون سويا للتعاون والمرافقة ويعتكفون؟ لأن السفر يحتاج إلى رفقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسافر وحده. السفر يحتاج إلى رفقة، أما الاعتكاف ما يحتاج إلى رفقة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف مع جماعة، ولا الصحابة ما كانوا يعتكفون اعتكافا جماعيا. فنحن لا نحدث شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم.